اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكلة انستغرام. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على انستغرام خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.